رغم أن الأكراد سنة، ولكن العرق سبق الدين عندهم، وتوجهوا إلى قضية الفيدرالية وشجعوها بشكل كبير جدا، ولديهم في كردستان العراق برلمان وحكومة وأشياء من هذا القبيل. لكن العسكر في تركيا قالوا إن المستقبل للفيدرالية سيكون دمويا. وضع الأكراد إيه في ظل هذه السيناريوهات وهذا الوضع الموجود على الخريطة الجغرافية والعرقية والدينية في العراق الآن؟ الأكراد هم أقرب فئة عراقية اليوم إلى قلب الأمريكا. الأكراد، ولما أقول الأكراد أقصد طالباني بارزاني، وليس عموم الشعب الكردي، وليس عموم الشعب الكردي، إنما الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، طالباني وبرزاني. هالحزبين بفعل توتر علاقتهم مع المركز العربي اللي هي بغداد، سنلاحظ انه انفتحت لهم مغاليق العلاقة مع الغرب وحتى مع اسرائيل. في فترات كثيرة كانت اسرائيل تزود هالفصيلين، تزودهم بالسلاح عن طريق الشاه، وهناك مؤلفات كتبت، هناك كتاب اسمه الموساد في العراق ودول الجوار، يتحدث بشكل أساسي عن الدور الذي لعبه الموساد في شمال العراق. نعم، الموساد موجودين الآن، ليس في شمال العراق بس، موجودين في بغداد، وسوف نأتي إلى هذا سؤال التالي مفصلاً. بس أنا أحب أتكلم عن الأكراد. هذه الحالة من التوتر مع مركز الدولة العراقية اللي هي بغداد وهو مركز عربي، هذا التوتر فتح للأكراد العلاقات مع الغرب وحتى مع إسرائيل، وبالتالي ستلاحظ أنه القضية الكردية لها حضورها في بون وفي باريس وفي واشنطن وفي الستينات والخمسينات. هل يمكن أن يحققوا أحلامهم القديمة عن طريق نظام فيدرالي؟ أنا لا أعتقد أن النظام الفيدرالي كما يتصور هالفصيلين سوف يتحقق. كيف تنظر إلى مستقبلهم في ظل الاستراتيجية الأمريكية؟ ستظل قضية الأكراد تدور حول نفسها في 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 الدائرة الجغرافية هذه بين سوريا وتركيا و و و و و والعراق وإيران. يعني إيران، كرمانشاه، مدينة كرمانشاه على الحدود مع العراق فيها 4 ملايين كردي، لم يستطع هؤلاء حتى الآن أن يعني يكونوا لهم أي خصوصية كما استطاع أكراد العراق. أنا بعتقد أن العراق كانت دولة الوحيدة المتساهلة مع الأكراد بما فيها الأنظمة الأيام الملكية. يعني هناك سماحة عربية إزاء الأكراد أكثر بكثير مما يحصل للبي كي كي اللي هم أكراد تركيا، نعم، أو أكراد إيران. يعني إحنا العرب في بغداد وفي العراق علاقتنا مع الأكراد كانت، وبكل صراحة أقولها، أكثر سماحة من علاقة الأتراك في أنقرة مع أكراد تركيا، وعلاقة طهران بأكراد كرمانشاه. ولذلك ليس من حق برزاني أو طالباني، وبالمناسبة طالباني هذا يعرف في إسرائيل بأنه رجل إسرائيل، طالباني يعرف في إسرائيل بأنه رجلنا في كردستان الذي نعتمد عليه في المستقبل. كلام خطير. لا، هذا كلام في الصحافة الإسرائيلية.